صناعة الفخاريات أبرز الموروثات الشعبية للصناعات اليدوية والحرفية في العراق. الطين والماء فقط هي كل ما تحتاجه هذه الصنعة التي لا تزال رائجة ومستمرة، وما يميز منتجاتها حفاظها على شكلها التقليدي. احنا بالنسبة مهنتنا تعتبر شيء يعني نادر ومهنة حرفية بنفس الوقت، مو يعني مهنة اعتيادية يجي مثلا اي عامل. احنا بشغلنا ما ندخل عامل من المصدر نجيبه مثلا خليه يبرمنا، او بس مثلا شغلة السحق مال الطين نجيب عامل، فتشغلة التحضير مالت الشغل. تصنف هذه الفخاريات إلى أنواع مختلفة، كما أن استعمالاتها تبدو متعددة، ومنها التنجة وهي جرة صغيرة بيتية لحفظ الماء، إضافة إلى جرار كبيرة أخرى يطلق عليها تسمية الحب، تستعمل في تبريد الماء الخاص بالشرب، فضلا عن التنور الطيني الذي يعشقه العراقيون. طعم التنور مال البيت على الحطب، الخبزة، النكهة، الطعام يختلف طبعا. فالحمد لله يعني اقبال اكو. وبالنسبة للحب مال المي، الحب مال المي همسة اثبتت الدراسات انه المي من ينضغط بالاسالة، انابيب الاسالة، اكو المي بي حياة، هذه الحياة تموت، ما ترجع الحياة الا ينحط بالحب فترة ربع ساعة او نص ساعة. هذه المنتجات الطينية الفخارية لا زالت مطلوبة من قبل العوائل العراقية، ويستخدمها الناس في العديد من المناسبات أو حتى في بيوتهم، ويذهب إلى اقتنائها البعض للزينة فقط. صناعة الفخار هنا عندنا يعني بالعراق يعني كلش جيد جدا، وأكثرية العالم ترغبها. وبالنسبة لنا أبو إبراهيم على طول متعودين عليه، يعني نجي ناخذ من عنده تنانير أو حبوبة، يعني بالعاميه حب بس يسرعوا له حبوبه، نجمع حبوبه. وقد ظهر فن صناعه الفخار في العراق خلال عصور ما قبل التاريخ، ومنذ نشاه الحضاره السومريه في بلاد ما بين النهرين. محمد فاضل، الغد، بغداد.